النهارده هنتكلم عن موضوع التنمر. عايز اسالك شويه اسئله. من وجهه نظرك ايه هو تعريف التنمر؟ التنمر في الفتره ديت بقى منتشر جدا بسبب تطور التكنولوجيا وقله الدين وقله اخلاق وقله التربيه في نفس الوقت. ان الام مثلا عندها طفلها اللي هو يتنمر على زميله بسبب حياته الاقتصاديه، شكله، لبسه، في اسلوب اكتر من كده اللي هو التعاون والتعليم اللي هو ايه، كلها واحد، مفيش اختلاف بين الطبقات، مفيش اختلاف بين الاشكال. يعني ايه دول هما بنتنمر عليه؟ دول اشخاص زينا متساويين جدا. فدي من وجهه نظري لازم تكون في توعيه اكتر من الاهالي. عمرك اتعرضت للتنمر قبل كده؟ بصراحه لا، انا ثقتي بنفسي دايما مش مخليه فرصه لحد ان هو يتنمر عليا او يبص لي بصه ان هو في حاجه مختلفه عنه. ده بتقولي ايه للناس اللي بتتنمر على بعضها؟ دايما ربنا خلينا كلنا سواسيه، مفيش حد شخص متكامل، ربنا لوحده متكامل، مفيش حاجه اسمه اللي هو ده شخص اقل مني، ده شخص كلنا متساويين. وجهي رساله للمتنمر. لا للتنمر. اسمك ايه؟ اسمي اسماء. النهارده هنتكلم عن موضوع التنمر. عاوز اسالك شويه اسئله. من وجهه نظرك ايه هو تعريف التنمر؟ من وجهه نظري ان هو التنمر ده بيبقى شخص اللي هو شخص يعني يعتبر ان هو يعتبر عنصري، او شخص اللي هو بيبقى شخص مريض اصلا، لانه يعني الشخص اللي بيعمل التنمر ده شخص مريض، لانه اكيد ما فيش حد طبيعي هيعيب بمعنى اصح على خلقه ربنا وكده. عمرك اتعرضت للتنمر قبل كده وايه رد فعلك؟ من وجهه نظري ان كل واحد معرض ان هو للتنمر، حتى يعني احنا كل واحد معرض ان هو يبقى متنمر، يبقى هو الشخص اللي بيتنمر، ومتعرض ان هو الشخص اللي يكون اللي هو وقع عليه التنمر وكده. يعني مثلا ممكن تكوني مثلا انت قصيره فعادي لك يا قصيره، ممكن تكوني مثلا حتى لو بيقولها من دفع الهزار فهي بتبقى تعتبر تنمر. لو الطفل تعرض للتنمر الوالدين رد فعلهم ايه؟ المفروض يعني مثلا المفروض ان الوالدين يكونوا دافع، يعني ان هم يبقوا السند بتاع الطفل. يعني المفروض ان الوالدين يكونوا هم المشجعين بتوع، يعني مثلا شكله وحش يقعدوا يقولوا له دي خلقه ربنا، يعني اول حاجه دي خلقه ربنا، وان هو يعني دي مش حاجه مش بقيتهم، دي بتاعه ربنا، يعني اللي هو انت قصيره فكل واحد جميل شكل ما هو ربنا خلقه كده. وجه رساله للمتنمر ان هو شخص مريض اكيد، وان هو يعني يحاول ان هو ما يأذيش، عشان ده في الاول بيأذي مشاعر الناس، يعني ده تعتبر ان هو بيجرح مشاعر الناس، والمشاعر اما بتنجرح بتبقى حاجه قويه جدا، يعني اللي هو مش سهل ان حد يعني اللي هي بتبقى صعبه وكده، وان هي بتاثر في شخصيه الشخص، يعني هي بتاثر فيه وممكن تتاثر فيه حتى لو الوقت طويل، يعني الوقت كبير بقى اللي هو مش مثلا الوقت بتاعها او كده، لا ممكن تسبب له حتى اعراض نفسيه او كده. اقترحي حلول لمشكله التنمر. حل مشكله التنمر بقول لك ايه، اللي هو كله اللي هو ان احنا نعمل برامج توعويه للناس، وان هو مثلا يعني اللي هو بقى اللي هو نوعي الناس ان دي شخص ان دي اسلوب غلط، وكلمه غلط تحتها مليون خط، لانه مش غلط بس غلط كتير قوي كمان. يعني بقينا عايشين في عصر الافيه والكوميكس، ونتنمر على الناس بحجه اننا بنعمل افيه. التنمر مشكلة كبيرة وبنواجهها كل يوم، سواء في كلية، سواء في مدرسة، سواء في بيتنا، سواء في الشارع. التنمر مشكلة كبيرة ولازم نلاقي ليها حل، ولازم المجتمع يحط قوانين صارمة لأي حد يتنمر على غيره، ولازم المتنمر يتعاقب. التنمر ليه أنواع كتيرة، كل نوع منهم محتاج له أيام عشان خاطر نحكي عنه بجد، من إعداد وتصوير دعاء ساعات.